أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على دور المرأة البحرينية كشريك أساسي وفاعل في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك لدى لقاء معاليها الأستاذة هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، حيث هنأ معاليه بالذكرى 22 لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، ونوه معاليه بالدور الرائد الذي يطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في دعم وتمكين المرأة البحرينية وتعزيز مكانتها في شتى المجالات، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها المجلس في دعم مكانة المرأة البحرينية وتطوير المبادرات والخطط الداعمة لها في مختلف المجالات، منوها معاليه بالدور المتميز للمرأة البحرينية في دعم مختلف مسارات التنمية الاقتصادية بما يحقق الأهداف التنموية المنشودة. وتم خلال الاجتماع استعراض النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين ومساهمات المجلس الأعلى للمرأة في دمج احتياجات المرأة في التنمية، بالإضافة إلى مناقشة السياسات العامة لدعم وتمكين المرأة البحرينية.